ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا على خير وبخير. دابا جبت لكم واحد الوصفة زوينة للوجه والعنق والتليدين. هاد الوصفة كنحتاجو فيها الذرة مطحونة والنشا ودانون مسوس. هاد الوصفة زوينة بالتجربة، أنا مجرباها، الذرة راه مفيدة للصحة. دابا غنحتاجو غادي نديرو جوج معلقات، نحتاج جوج معلقات ديال الذرة وجوج معلقات ديال النشا. راه بالتجربة الوصفة، ديروها لوجهكم ولعنقكم وليديكم. نديرو دانون مسوس، نخلطو هادشي مزيان تينسجم مع بعضياتو. الذرة مطحونة وغربلوها، شطوها باش تبقى رقيقة. هاد الشكل حتى جربتها غير عاد شتها ليكم. تتنسجم بحال هكا، غنوريكم وديروها ليديكم حتى لدرعينكم. زوينة البشرة، هانتو على هاد الشكل دهنوها شي ربع ساعة ولا ثلث ساعة، وحيدوها، غسلو يديكم ووجهكم غير بالماء بارد، وغتحصلوا على واحد النتيجة زوينة. نتمنى هاد الوصفة تنال الإعجاب ديالكم، وما تنسونيش من لايك وابوني وشكرا.